السلام عليكم، مساء الخير على الجميع، تقبل الله صيامكم وغيامكم، اللهم من أرادنا بسوء فرد كيده في نحره، اللهم احفظ بلادنا من كل سوء. طبعا اليوم موضوعنا أبو طبيلة، والآن احنا موجودين في حي العتبان من أشهر وأقدم الأحياء في مدينة مبرز. بطبيلة أو المسحراتي بحد تسمية أهل الأحساء له. طبعا احنا الآن موجودين في حي العتبان ونبي نسوي لقاء مع الأخ. اسمي ناصر العريفي ولي 10 سنوات وأنا أطبل، وكان سابقا اللي هو يجي عندنا اللي هو بطبيلة ورحمة الله عليه اللي هو والدي الغاضي، وكان يعني تندثر بس أنا حييت ونحافظ عليها اللي هي التراثية. طيب احنا الله يعطيك العافية. طيب اخوي ناصر، ما ادري شو الفرجان اللي تمر بها؟ والله الفرجان اللي امر فيها الحي العتبان والسياسب والحي الاسكار والحي اللي هو القديمات والحي الحارة والحي القصيبة. الله يعطيك العافية. طيب ناصر، ما ادري شو الاهازيج اللي تقولونها اثناء ما تطقون بالطبول ذي؟ كبداية رمضان نقول يعني جانا شهر الخير وجانا شهر رمضان وان شاء الله نعود علينا وعليكم، وبعدين بداية اذا ثالث يوم رابع يوم اقول لا اله الا الله محمد رسول الله واصحى يا نايم وحد الدايم. طيب ناصر، ما ادري في القرقعان شلون، شو الاهازيج اللي تقولها، كيف تعاملك مع الاطفال في القرقعان؟ طبعا انا اقول قرقعان وقرقعان ويوم قصير ورمضان عطونا من مالكم عساكم من عواده، والاطفال فرحة البزور يعني، واذا شافوا بطبيلة يفرحون يعني، فوقت السحور ما يشوفونه دائما، بس وقت القرقعان اطلع بدري ويشوفون البطبيلة اللي على الصحيح الشكل المتواضعي. ناصر، احنا طيب احنا جايينك تقريبا شبه اخر ليله من رمضان، ما ادري شو تودع رمضان ولا شلون يعني، ما ادري شو الاهازيج اللي تقولها. طبعا لازم اني اودع رمضان، فاقول اللي الى الوداع شهر الخير، وان شاء الله نعود لنا كل سنه وبالتمام وعساكم من عواده. طبعا الليله اكيد انك بتقول هالكلام اللي انت قلته الحين. نعم، فيعني راح يفقدون اللي هو المسحراتي اللي هو الأطفال، فحتى من بعد رمضان يسألون اللي هو الأطفال وين بطبيلة. والآن إن شاء الله بنبتدي مع بطبيلة. الأطفال قاعدين ينتظرون أبو طبيلة، الشباب بعد معاهم وكبار السن. هذه نبذة عن أبو طبيلة، وشاكرين لكم مقدرين على حسن المتابعة، تابعونا على سناب هاجر والقادم أفضل.